فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في مصدر لا أرى السلام، أنت جالس معنا من الأول، وش اللي أوجب السلام؟ أحسنت. نعم. في مصدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نرى بعض المصلين بعد الصلاة في مكانه الذي صلى فيه أو يتقدم قليلا ويتجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلم بكلام لا أسمعه، فما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الصدق؟ صلى الله عليه وعلى لأن لفظ الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم بهذا الصدق؟ وهل يسلم على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم في كل أسبوع أو أقل؟ لا شك أن اتخاذ هذا سنة، كلما صلى ذهب يسلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وكان ابن عمر لا يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا قدم من سفر، فكون الإنسان كلما صلى ذهب يسلم غلط، لكن سلم عليه أول ما تقدم وسلم عليه إذا أردت أن تسافر وكفى. لا ما هذا أيضا هذا من الغلط، نعم هذا كثير في الجهال، وإلا إذا أردت أن تسلم اذهب وقف أمام القبر وسلم عليه.